كقراءات أولية تتزامن وانخفاض أسعار البترول التي تسبق هذا الاجتماع. فعلا القراءات كثيرة ومتعددة ومتنوعة، لكنها تتفق في شيء واحد وهو التشاؤم بخصوص اجتماع الغد. استعدوا لبرميل نفط أقل من 40 دولار، كان هذا هو العنوان الذي افتتح به موقع CNN الأمريكية تغطيته لنهار اليوم، وسار في نفس الطريق وكالة بلومبرغ، وكالة رويترز، وكبريات وسائل الإعلام. يوم أمس تواجدنا منذ 9 صباحا وإلى غاية 11 مساء بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حيث جرى اجتماع لمندوبي المنظمة دام أكثر من 11 ساعة كاملة. هذا الاجتماع دام طويلا نظرا لوجود خلاف حاد في الرؤية وفي الاستراتيجية بخصوص سوق النفط بين فاعلين أساسيين في المنظمة. أتحدث عن المنتج الأول والثاني والثالث، أي المملكة العربية السعودية، العراق وإيران. الخلاف بين إيران والسعودية كان حادا، حيث حافظت إيران على موقفها الرامي إلى إنتاج 3,975,000 برميل يوميا، أو ما يزيد عن هذا بحوالي 200,000 برميل، في حين عارضت السعودية بشدة هذا المقترح، واقترحت بديلا على إيران بالتوقف عند 3,707,000 برميل يوميا. طبعا إيران رفضت هي الأخرى المقترح السعودي، لتتدخل الجزائر وتقترح حلا وسطا بين الدولتين بإنتاج إيراني في حدود 3,795,000 برميل. لكن يبدو أن المندوبين لم يتفقوا في نهاية الأمر، وقرروا أن يرجئوا هذا الأمر لاجتماع الوزراء يوم غد، وهذا ما يعني صعوبة المأمورية وتعدد السيناريوهات التي ستكون مطروحة أمام كل وزير للدول الأعضاء في منظمة أوبك. هذا الأمر كانت له انعكاسات سلبية جدا على البورصة أولا، بحيث انخفضت أسعار الخام اليوم تحت 47 دولار للبرميل الواحد، وكذلك يسير الأمر في وسائل الإعلام العالمية خصوصا على صعيد التوقعات، حيث أن هنالك توقعات بانخفاض أسعار البترول إلى ما دون 40 وإلى ما دون 35 دولار للبرميل في حال فشل المجتمعون غدا في التوصل إلى اتفاق. يحدث هذا في فيينا، بينما في موسكو يجتمع في هذه الأثناء وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة الفنزويلي إيلوخيو ديلبينو، مع نظيرهم الروسي ألكسندر نوفاك، في محاولة لإنقاذ الموقف وإشراك روسيا في أي مبادرة لخفض إنتاج النفط عند حدود 600 إلى 650 ألف برميل يوميا على أن يطير بوطرفة. وكذلك نظيره الفنزويلي إلى فيينا مساء اليوم ليبدأ في عقد لقاءات ثنائية مع خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، مع محمد السادة وزير الطاقة القطري ورئيس المنظمة، ومع وفود لدول أخرى في محاولة لحلحلة الموقف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الكل يجمع هنا في فيينا من وسائل الإعلام العالمية والمحللين على أن إنقاذ اتفاق الجزائر الذي اتخذ في 28 سبتمبر الماضي سيكون تحديا صعبا، وصعبا جدا بالنسبة للجانب الجزائري، خصوصا مع اختلاف الاستراتيجيات في السوق. السعودية تريد أن تحافظ على حصتها السوقية وهي تنتج حوالي 10 مليون برميل، وحتى الأسعار في حدود 45 إلى 50 دولار هي مناسبة جدا للسعودية، بينما يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لصغار المنتجين. والجزائر إحدى هذه الدول التي تنتج حوالي 1.1 إلى 1.2 مليون برميل، السعر مهم جدا بالنسبة للجزائر، والجزائر لا ينقذها إلا مستويات سعرية بين 55 إلى غاية 60 دولار للبرميل الواحد. يدخل على خط الاختلاف كذلك
الموقف العراقي. العراق تريد أن ترفع إنتاج النفط هي الأخرى وتحافظ على مستويات عالية من الإنتاج لأنها تحتاجها في صراعات سياسية وعسكرية، خصوصا وأنها تعاني من بعض المشاكل الأمنية والجيو استراتيجية. هذه كلها معطيات تسبق اجتماع أوبك وترسم مشهدا نفطيا معقدا للغاية. ننتظر كيف سيحل. كل العيون ستكون مركزة على اجتماع أوبك غدا، وخصوصا على وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة الذي تترقب كل وسائل الإعلام العالمية تصريحاته، على اعتبار أن الجزائر هي من تقود المبادرة، مبادرة حلحلة الوضعية المتأزمة داخل أوبك، ليس فقط الآن ولكن منذ الصيف الماضي. هذه هي أبرز المعطيات المتوفرة لدينا لحد الساعة، ونبقى معكم في نقل مباشر لنوافيكم بأبرز المستجدات. أعود وأذكر أن الشروق الإخبارية كانت القناة الوحيدة التي نقلت مباشرا يوم أمس عقب نهاية اجتماع المندوبين، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية لاحقا. أعود إليك نصير. إذن شكرا لك زميلي فاتح أبو مرجان، موفد الشرق نيوز إلى فيينا.